السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تمام كده تمام، دخلنا على نفس على اللينك. نفس اللينك، ايش وأتمنى السادة الزملاء يعني يكونوا دخلوا برضو على نفس اللينك إن شاء الله. ان شاء الله. تمام، هننتظر دقيقة بس الناس كلها تستكمل، وحضرتك اتفضل. ما فيش مشكلة. الو ايه يا اسطى، شفت البتاع اللي بعته لك؟ مش لسه عشان يا راجل باشمهندس محمد، ايوه حضرتك سامعني كويس؟ انا سامع حضرتك كويس، صوتي واضح؟ اه، صوت حضرتك واضح، صوت حضرتك واضح. تمام. تمام، هو اتمنى بس الناس بعدين حضرتك لو الصوت فصل في اي وقت ممكن ترسلي. تمام، اتمنى بس حضرتك تكون جنب يعني الراوتر او جنب الانترنت عشان يعني يبقى الصوت، او ممكن حضرتك يعني. والله انا واصل، انا واصل اوتر دايركت لللابتوب. اوكي، تمام. استاذ حضراتكم بس ننتظر دي نص دقيقة او دقيقة لحد ما باقي السادة الحضور الكرام يشرفونا. الصوت واضح؟ ممكن استاذ حضراتكم واحد او اتنين بس نكتب في الشات لو الصوت واضح. تمام. تمام. دقيقة واحدة بس إن شاء الله ونرجع نستكمل مع بعض بالبيم 360 دوكيمنت مانجمنت. باشمهندس أحمد سمير جزاك الله كل خير، اللهم آمين وإياكم يا رب. أتمنى والله من جميع الحضور إن هم يجربوا برنامج بيم 360 والبرامج التانية اللي هنتكلم عليها، فهي هتفيدنا
بشكل ان احنا نقدر نشتغل مع بعض في هذه المرحلة، ونسأل الله ربنا يعديها بسلام يا رب ان شاء الله، ويحفظنا ويحفظ جميع بلاد المسلمين. الصوت مش شغال، في حد تاني سامعني؟ ألو، شغال شغال تمام. طيب ممتاز، شغال كويس. مهندس محمد أشرف، نقدر نبتدي ولا لسه العدد مكملش؟ أستاذ حضرتك ممكن نبتدي دلوقتي، اتفضل. طيب تمام. طيب نستكمل مع بعض، دي واجهة البرنامج الخاص ده الجزء اللي استعرضناه مع بعض، ان هو بيكون هنا كل الاقسام الخاصه عندي، يعني لو دست من هنا هيطلع لي الفيلد مانجمنت والكوردينيشن وهكذا. الجزء ده بيكون فيه البروجكت سيلكتور، يعني بيكون عندي لو ده اكونت للشركه بشكل عام، فطبيعي ان الشركه يكون عندها عده مشاريع، وبالتالي من هنا اقدر اختار المشروع اللي انا كل شكل عام اللي بتشتغل على الكلاود بيكون فيها جزئين، جزء البلانز وجزء البروجكت فايلز. هنتكلم بعد سلايد او اتنين عن ايه الفرق ما بينهم. دي كل الفولدرات اقدر ارتبهم، بتكون عندي المخططات واضحة عندي في الجزء، يكون هنا ده لو في عندي اي ملاحظات، ودي لو عندي ايشوز، وهنا بيظهر عندي دي النسخة رقم كام، فيرجن 6 مثلا. تمام، ده بيكون عندي خاص بالسيتس، وهي زي الباكج كده، بحيث ان انا اقدر ارتب المخططات بشكل منظم اكتر. وبيكون هنا عندرز اللي هو الجزء ده، الجزء الثاني ده خاص بالريفيوز، يعني نقدر نستخدمه في اننا نتابع الشغل، او يعني مثلا لو في شغالين مثلا يقدروا يعملوا سبميت فور ريفيو للمهندسين، والمهندس مثلا يقدر بعد ما يخلصوا يراجعوا يبعتوا للمدير المكتب الفني او المقاول لو عايز يبعتوا للاستشاري وهكذا. اعرض برضو شكل الحاجات دي مع بعض، ودي الايشوز اللي هي بتكون اي مشكله ان انا بحطها في المخطط، اقول ان في مشكله في المكان ده، وابتدي ادي عنها التفاصيل الخاصه. اقدر اعمل سيرش من هنا على اي جزء على اي مخطط، وبيكون عندي هنا من الدوكيمنت سيرش، وبيكون عندي هنا جزء بيديني دوكيمنت لوج وببلش لوج. وبالتالي اي في لوج خاص لتاريخ نشر كل مخطط، ومين بعتها لمين، ومين نزلها وهكذا. ومن هنا البلانز والبروجكت فايلز. تمام. بين البلانز والبروجكت فايلز، فهي البلانز بتقدر تسبورت عندي ملفات بي دي اف، ملفات ريفيت، ملفات اي اف سي، ملفات دي دبليو اف، يعني نقدر في الجزء بتاع البلانز نحط فيه بي دي اف او اوتوكاد او ريفيت. وبيكون عندي خاصيه ان هي الاو سي ار تكنولوجي، ان هي بتقدر تتم اللوحات وارقامها. خاصية الـ OCR هي بتقدر تعمل اكستراكشن للشيتات، لأن الجزء بتاع البلانز جزء زي ما شفناه لوحة منفصلة، إنما لو عايز أرفع مثلا ملف بي دي إف متعدد الصفحات بحطه في الفايلز. الفايلز بيسبورت كل الأنواع سواء إكسل أي حاجة، وبقدر أحط فيه الفوتوز والسبيسيفيكيشن والريبورتس والسكيجوالز والمانوالز. بينما الجزء الخاص بالبلانز فولدر بورتو بس البي دي اف والاوتوكاد والدي دبليو جي والدي دبليو اف، واقدر احط عندي الكونستراكشن دوكيمنت. بيقدم لي ميزه كمان ان هو في اوتيل كول اوت هايبر لينك، اللي هو بيربط المخططات ببعض. يعني مثلا انا في البلان لو دوست على المكان الخاص بالقطاع
هيوديني على طول على القطاع، مش محتاج اروح اعمل سيرش على القطاع وهكذا، لا ده برضو بيديني خاصية اوتوماتيك على اللي هي الهايبر لينك. تمام، ده الابروفال ورك فلو اللي اتكلمنا عليه، اللي هو الجزء الثاني الخاص بالريفيو، بحيث ان هو اقدر احدد معين او خطوات. مثلا لمراجعه المخططات هيكون في الشخص الاول مثلا، وليكن الرسامين، الريفيور الثاني، المهندسين اللي هيدي الابروفال النهائي، مثلا مدير المكتب الفني او مدير المشروع او على حسب، او الجزء الاولاني هو المقاول، الجزء الثاني هو الاستشاري، وهكذا. بيكون عندي ورك فلو بحيث كل شخص يكون عارف مسؤولياته بالظبط. وبالتالي مثلا دي المخططات عندي هنا، يقدر الشخص النائب بيقول له ان هنا انت مطلوب منك تعمل ريفيو على الحاجات دي، فتقدر نقدر ندي هنا الجزء ده ابروف، الجزء ده ريجكتد وهكذا. بالتفصيل او بعض الخطوات لو عايزين نكمل. الصوت واضح او في صورة دلوقتي؟ شباب في ولا ما فيش؟ تمام. طيب اول جزء، عشان نرفع اي مخططات الموضوع سهل وبسيط جدا، باجي من عند ابلود دي واعمل فايلز وارفع المخططات، او بعمل دراج اند دروب هنا، فبالتالي تتضاف عندي تمام. الصوت بيقطع والصورة تمام. طيب الصوت كده كويس، الصوت كويس، تمام. طيب اللي بقدر اعمل باكج عشان كل المخططات اللي اضيفها تكون مترتبة في سيت معين وليها تاريخ كويس، تمام. بقدر اضيف الاشخاص اللي انا عايزهم عشان يقدروا يدخلوا على المشروع. بضيف الاشخاص، اقدر اضيف شخص من هنا بكتب ايميله وبضيفه للمضيف عده اشخاص في نفس الوقت، واقدر ادي صلاحيات للاشخاص ان هو ده هيكون ليه صلاحيه على البروجكت ادمن ولا لا، وده هي ليه علاقه مش مطلوب ان هو يدخل على جزء الكوست، وده ليه علاقه بالموقع ولا لا، وهكذا. نقدر نضيف كل الاشخاص اللي حابين يكونوا معانا في المشروع، ونقدر ندي بيرميشنز، سماحيات لكل شخص او لفولدر. الفولدر ده مثلا خاص بالجنرال كونتراكتور، الفولدر ده خاص مثلا بكذا. بيرميشنز الجزء الذكي فيها ان هو تقدر تدي للرول او الكومباني، يعني مش لو مثلا انت عندك مقاول في مثلا كون من 40 شخص، مش هتقعد تدي بيرميشن لشخص شخص، لا انا بدي بيرميشن للشركه بالكامل على الفولدر ده. او مثلا الرول ده يعني مثلا يكون بيم مانجر كونتراكتور او سب كونتراكتور، يعني اي حد في المشروع واخد في الرول ده هنا، بندي لكل شخص كومباني، عشان بندي لكل شخص الكومباني هنا والرول بتاعه، او اللي هو بروجكت انجينير ولا مثلا بيم مانجر. نقدر ندي لكل الاشخاص، سواء يعني مثلا نحدد البرميشنز بالكومباني او بالرول، تمام. طبعا المخططات خاصيه الاو سي ار هي اللي بتتعرف على اسم الشيت، وليكن ده اسم الملف، وفي عده لوحات، فهو لما هرفعه في جزء هيعمل لي اكستراكشن للوحات بشكل تلقائي. انا بس بعرفه في لوحه واحده اسم اللوحه فين، بقول له ديفاين واعمل كروب، واختار التايتل بلوك او اختار الجزء ده كله، بحيث ان هو يقدر يعرف ان معلومات كل لوحه في الجزء ده، تمام. بقول له النيم
وبحدد على الجزء ده سوري عن نمبر، واحدد على الجزء ده هو لوحده بيتعرف عليه وبيكتب اسمه هنا، والتايتل بعلم له على الجزء ده بس، هو بياخد اسمه يحطه هنا. وبالتالي هو هيعمل نفس الكلام ده لو في ملف عندنا 100 لوحه او 200 لوحه، مش هنقعد نسمي على الموقع كل لوحه بنفسها، لا هو البرنامج او الموقع بيتعرف انا عرفته كده اسم اللوحه فين واسم ورقم، هو بيعمل الكلام ده تلقائي لكل اللوحات. كمان ميزه مهمه جدا نقدر نعمل عليه سبسكرايب، او ممكن ناخد جديد او نغير اسمه او نعمل له ديليت او نعمل ابلود او نعمل شير لبعض الاشخاص او نعمل نضيف بعض الاتريبيوتس او ندي بيرميشن ليه او نحدد له التايتل بلوك او نعمل سبسكرايب. سبسكرايب اي حد هيضيف مخططات في الفولدر ده او هيعمل اي تحديثات او تغييرات هيتبعت ايميل للشخص اللي عامل سبسكرايب ده يدله او يعرفه ان في الجزء اللي هو مهتم بيه. تمام، ندخل على الجزء الخاص بالبلان جريد، هو احد التطبيقات اللي انضمت مؤخرا للكلاود. نقدر نعمل ده دي من على شاشة الجوال، بنوضح بس بعض الامكانيات ان نقدر نربط اي فوتوز على المخططات، وبالتالي بنقدر نحدد مثلا هنحط الصورة في المكان ده على المخطط، وبالتالي يقدر التيم بتاع المشروع يشوفها، حتى نقدر نحط اي ملاحظات على المخطط. الجزء هنا خاص بالمقارنه بين اللوحات، بيعمل لي لوحه بلون ازرق وبالتالي اقدر اعرف الفرق ما بينهم. الجزء الخاص بالفيرجن كنترول، لو ان انا فتحت اي نسخه قديمه على طول بيقول لي ان النسخه دي قديمه وبالتالي بيجيب لي النسخه الاحدث فيها. هنا الهايبر لينكس، عمليه ترابط المخططات مع بعض، لو ضغطت على القطاع على طول ان انا يفتح لي لوحه القطاع على طول بدل ما اطلع وافضل ادور عليه. البانش ليست دي لو الشاري مثلا عايز يعمل بانش ليست للمقاول، او رئيس عايز يعمل المقاول باطن، بيحدد المكان مثلا ويدي له التخصص ويحدد له المطلوب منه يعمل لها اساين لشخص معين يكون مسؤول عنها، ويدي له التاريخ والمكان ويدي له لو فيها كوست امباكت، وبالتالي الشخص نقدر ندي نعمل اساين لشخص شخص معين يتابع الموضوع، ولما بنعمل اساين لشخص بيتبعت له ايميل يقول له عندك مشكله في الحته دي، وبالتالي هو يقدر يروح يشوف مكانها في البلان وبالتالي يقدر يتابع المشكله. السنكرونايز مع دي حاجه متميزه جدا، بحيث ان احنا لو في اي وقت عندنا تعديل او عايزين نضيف ار اف اي هنا مثلا التيم كله بيشوف، بس لو حطيناه ممكن يفضل في خاصيه ان هو ننشره للكل او يفضل كجزء خاص بالشخص. يعني مثلا انا عملت الجزء ده هنا هيكون ليا بس لحد لما يشوف، وبالتالي كل الناس تقدر تشتغل مع بعض على نفس المخططات. هندخل على الجزء الخاص ببرنامج فيجمنت بلاتفورم فور كونستراكشن او الفيلد واير، وده برنامج متميز جدا برضو، بيقدر يخليني اربط الموقع بالمكتب ويديني مميزات كبيره جدا. فيها جزء متميز جدا اللي هو الخاص بالتاسكات، نقدر نعمل استعراض للمخططات، نقدر نعمل مارك ابس للبلانز، هيكون عن نقدر نفتح البرنامج دي ابلكيشن على الموبايل او على اللابتوب او على الايباد، وبالتالي المخطط بيكون واضح عندي الجزء ده بنقول فيه مثلا او ندي ملاحظة هنا أو نقول إن هنا دي التاسكات مثلا، وبالتالي كل شخص يبقى عارف فين المنطقة المقصودة ومعمول لها توجيه أو أساين لشخص معين بحيث إن هو يتابعها. التاسك من أحد المميزات المهمة جدا، واللي برضو نقدمها بشكل ليها عدة استخدامات، سواء هنديها مثلا لأشخاص او سواء نستخدمها في استلامات المواقع. بنقدر ندي كل شخص
بريوريتي 1 او بريوريتي 3، يعني نعمل اساين لشخص معين المهام بتاعته او لقسم معين، اي قسم مثلا، قسم نعمل لها اساين لشخص معين، نقول له اول حاجه هتخلصها كذا، ثاني حاجه هتخلصها كذا، ثالث حاجه هتخلصها كذا، وكل حاجه من دول ليهم وقت وتاريخ، وبالتالي بعد الشخص المسؤول مثلا خلصها بيعمل لها كومبليت، تمام، عشان انا اعرف يتبعت لي يقول لي ان هي التاسك دي خلاص انا خلصتها، خلصها، وبالتالي انا اقدر ارجعها. كل الكلام ده برضو بيتبعت لي رساله مثلا على الابليكيشن وعلى الايميل ان الشخص ده مثلا خلص، او الشخص ده، او انت جالك تاسك مطلوبه منك. بعد لما الشخص اللي عليه التاسك بتيجي في الكومبليتد، والشخص اللي عمل التاسك نفسه بيراجعها، لو هي اوكي بيعمل انها خلاص فيريفايد، وبالتالي تظهر في الفيريفايد. وبالتالي نقدر نتابع الانتاجيه بشكل كبير جدا، ونتابع المهام والمسؤوليات بشكل كبير، ونقدر نظهر الكلام ده بعده اساليب، زي شكل الجدول الزمني، نعرف في كل يوم ايه التاسكات المطلوبه من كل الاقسام. الموضوع مرتب بشكل كبير جدا. اوكي، طيب الصوت واضح؟ الصوت واضح، تمام. نقدر نطلع التقارير، نقدر نعمل جنريت للريبورتس، تمام، الصوت واضح. نقدر نعمل كاستم فورمز هيكون فيها الانسبكشن ريكويست والار اف ايز والسيفتي اوديت والتايم والماتيريال تاجز. ده استعراض بسيط كده للبرنامج من عندنا. واضح هنا المخططات، واضح عند الجميع طبعا، واضح هنا كل الدنيا مربوطه ببعض. لو ضغطت على كده، على هنا هيروح للوحه دي، على هنا هيروح للوحه، الانوتيشنز والتاجز موجوده عند كل، بقول هنا مثلا ان في ار اف اي واعمل عليه كلاود، وبالتالي فالكل يقدر يشتغل على نفس الملفات. ونقدر نستخدم نفس الحكايه في تشتغل مع بعض، مثلا ان انا بمجرد ان مثلا المهندس اللي شغال معايا او الرسام اللي شغال معايا رفع اللوحه، فانا اقدر احط له الملاحظات واكتب اللي انا عايز، مش محتاج بقى هو يبعت لي وبعدين ارجع ابعت له الملاحظات، ولا هي كل دي واضحه عند الكل في نفس الوقت. هنا بتظهر عندنا المخططات. لو عملت حملت نسخة قديمة بيقول لي إن دي نسخة قديمة، وبالتالي محدش هيقدر يغلط ويستخدم نسخة قديمة، كل هيكون هنا. هنا لو هنقدر نفتح مخطط معين، ونقدر نحط كلاود هنا ونكتب التفاصيل اللي احنا عايزينها، ونقدر نرفق ملف كمان يكون موجود على المخطط هنا، بحيث ان كل التيم يكون شايف التغييرات وهي بتحصل، او يكون شايف الملاحظات وهي بتحصل. الجزء الخاص بالتاسكات، نقدر نرتب التاسكات بشكل معين، ونعرف كل تخصص ايه التاسكات المطلوبة منه، ونحول بين البريوريتي، ولو كومبليتد نحطها في الفيريفاي. نستعرض تاسك معين ايه هياخد وقت قد ايه. تمام، موضوع التاسكات زي ما قلنا هو متميز جدا، يقدر نقدر نستخدمه في كذا وسيلة. ممكن في استلامات، الشاشه دي على بلان جريد، لا انا حاليا بتكلم على فيلد واير، تمام، اوكي، صوت واضح، تمام. طيب استكمالا لجزء التاسك، نقدر نستخدمه في عدة استخدامات، سواء في استلامات المواقع، يعني مثلا المقاول يقدر يعملها الاستشاري، يطلق حاجات معينة. ده شكل التاسك كده، بيكون هنا اسم التاسك، تاسك تايتل، وهنا بتكون بحدد من الستاتس، بحدد البريوريتي، بقول ان هي دي اولوية،
بحدد ان دي اولويه اولى، واقول الكاتيجوري بتاعتها واعمل لها اساين لشخص معين، الشخص اللي انا هعمل لها اللي هو يتابع التاسك دي. اوكي، وبدلها ستارت ديت واند ديت من هنا. خليني اوضح لكم بس الستارت ديت والاند ديت، والموضوع لو ليه علاقه بالمان باور او الكوست بوضحه. وهنا بيكون عندي زي شات ما بين على التاسك ده، نقدر نحط ملفات ونحط صور ونحدد في الصور، وبالتالي يكون في محادثه خاصه بالتاسك ده. تمام، يعني مثلا انا كمهندس مثلا ويقدر يعمل اساين لكونتراكتور، يقول له يديله البلان ويقول له الحته دي عندك فيها مشكله صلحها وكذا، ويصور له صوره ويديها له ويتخلصها مثلا معاك. تمام، يقدر الشخص التاني يكتب له هنا الحاجات، يصور له انا خلصتها وكذا، والشخص اللي هو المسؤول عنها وليكن السب كونتراكتور او الفورمان يحولها يعملها انها كومبليت. الشخص بقى اللي عملها نفسه هو اللي يقدر يعملها فيريفايد، ان هو يراجعها، او الشاري مثلا لو استلم يعملها تنتقل للفيريفايد. دي ميزه برضو مهمه ومميزه جدا، انه مش اي حد مثلا خلاص عمل ان انا خلصت التاسك بتاعتي يبقى خلاص وبالتالي الموضوع اتنسى. لا، هنا اللي عمل تاسك او عمل الايشو او الاستشاري مثلا حدد مشكله معينه في الموقع، هو الشخص اللي عملها هو الشخص نفسه اللي يقفل الموضوع، بحيث ان هو اتاكد ان المطلوب تم يعملها ان هي فيرفايد وخلاص تتسجل عنده. تمام كده، فدي برضو ميزه كبيره جدا توضح لي ان هو ميزه المسج او برضو لما ابعت لما اكتب حاجه بيبعت له ايميل ويبعت له مسج على الابلكيشن ان انت جالك رد على الموضوع، وبالتالي هنكون في فوكس على الموضوع. نستخدم التاسكات ان احنا مثلا في ظل الظروف الحاليه والعمل عن بعد نقدر ندي تاسكات ايميل اللي شغال معانا، كل تاسك نقول له مثلا بتاعتك كذا خلص كذا وكذا، الجزء ده هو اللي فيه الموضوع، وهكذا الستارت ديت والاند ديت. في الاخر بقدر احصل عندي اشوف كل تاسك خد وقت قد ايه، واعمل تراك ليها. هنا مثلا اطلع تقرير ايه التاسكات اللي لسه اوبن، ايه التاسكات اللي كومبليت، ايه التاسكات اللي، وبالتالي التراك ومانج للموضوع، وهتكون محتاجه وقت قد ايه وخدت وقت قد ايه وهكذا. هذا احصل على كل التقارير اللي انا محتاجها بشكل بسيط. الحقيقه اتكلمنا على عده برامج والتطبيقات الكلاود بتساعد بشكل كبير على تقليل الريسك الخاص بالمشاريع، وبشكل كبير في زياده الار او اي او العائد على الاستثمار، وبتحسن الانتاجيه بشكل كبير. ودايما بنقول نحاول نخلي الموضوع keep it simple، بسيطة وسهلة على قد ما نقدر، وبالتالي نقدر نحصل على الانتاجية المطلوبة والمتابعة الجيدة للشغل بإذن الله. شكرا جزيلا لحسن استماعكم، ونقدر نفتح المجال للمناقشات والأسئلة. مهندس محمد، ممكن بابا باشمهندس محمد اشرف، ممكن بس نخلي الميوت لكل ونعمل ريز هاند، تقدر حضرتك تديله سماحيه ان هو يتكلم. تمام، حاضر حاضر. اتمنى الناس اللي عندها سؤال ممكن تعمل ريز هاند، او يعني لعدم تداخل الاسئله. ايش بدك؟ تفضل باشمهندس محمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. اولا جزاك الله خير على رائع بحمد الله. اللهم امين واياكم يا رب. شكرا جزيلا يا فندم. ربنا يجعله في ميزان حسناتك ان شاء الله. اللهم امين واياكم يا رب. شكرا جزيلا. وانا بسمع لك متخيل معايا الواقع اللي موجود في المشاريع،
واحتياج عملية الدوكيومنتيشن الهارد كوبي دايما يكون اتاتشمنت المصطفى فايلز صحيح تيك اوفس في بيئة الكلاود وفي البيت اللي هو الريموت وورك، ازاي ان احنا هنقدر نعمل الحكاية دي؟ ما اجي اعمل كليم محتاج دوكيومنتس، الدوكيومنتس دي بتكون ار اف ايز بتكون ليترز بتكون وات ايفر. ففي بيئة الكلاود والبيئة البيئة ازاي ان احنا هنقدر نأمن دوكيومنتس لايفنتس معينة، الانستراكشن طلعت من الاستشاري وات ايفر، لانها تكون اتاتشمنت او بارتيكولرز في كليم او في اي مستخلص او whatever. شكرا جزيلا. تمام العفو يا فندم. هو فعلا زي ما حضرتك تفضلت، هو فعلا المشكله دي كبيره جدا في قطاع التشييد. قله الاعتماد على التكنولوجيا بتؤدي بشكل كبير للركود في عمليه التشييد. في بعض الدراسات بتقول انه خلال 20 سنه اللي فاتت يعني انتاجيه قطاع التشييد ما اتحركتش بنسبه 1% مثلا، وبعض الدراسات الثانيه بتقول ان هي قلت 9%، بينما القطاعات التصنيع اللي بتاعت على التكنولوجيا بشكل كبير يمكن انتاجيتها ضعفت 152 ضعف. فالاعتماد على التكنولوجيا والاعتماد على التطبيقات المهمه فيها دي شيء مهم بيساهم بشكل كبير في خفض الهدر اللي بيحصل، لان برضو كتير انه 57% او 58% من الوقت اللي بتستهلكه المشاريع هو هدر بنستهلكه قطع غير منتجة، بيضيع في انتظار اعتماد المخططات واعتماد المالك والاستشاري للماتيريال، مستنيين المخطط يعتمد مستنيين كذا ومستنيين كذا، بنقعد مستنيين حوالي 60% من وقت المشروع لحد ما الحاجات دي تخلص. بينما باستخدام التكنولوجيا اللي بتكمل عملية التشييد وبالتالي ما نضيعش كل الوقت ده. بالنسبة للجزء اللي حضرتك سألت عنه بخصوص الـ RFI، هي موجودة في جزء الـ في برنامج في الجزء البروجكت مانجمنت، السبميتال والار اف اي موجوده في جزء البروجكت مانجمنت. وزي اوضح تاني برضه الموضوع ان كل الكلام ده موجود في نفس المكان، يعني لو في ار اف اي بيتربط بتاع المخططات، وفي جزء برضه خاص بالكوست عملوه، وفي جزء التشينج ريكويست والتشينج اوردر، كل الكلام ده مربوط بالمخططات. وفعلا زي ما حضرتك ذكرت ده مهم جدا، ان كلمات كتير بتضيع او مطالبات كتير بتضيع عشان مفيش دوكيومنتيشن مظبوط، مفيش توثيق للمشروع. بينما هنا انا اقدر اقول الجزء ده كان كذا واعتمد في تاريخ كذا واللي اعتمدوا كذا والتغيير ده حصل يوم كذا، ففي تشينج لوج واضح. وفي جزء الكوست، ده خلينا اشاور لحضرتك عليه، الجزء الكوست ده هنا كده، ده في جزء كبير خاص رابط برضو كل الايتمز البيم. يعني الميزه اللي برضو يمكن ما اتطرق في المحاضره بتاعتنا انه البرامج دي ما بتسيبش مجال للخطا في حصر الكميات، لانه بيمسك لي عنصر في الموديل وبيكون عندي الحصر بتاعه. وبالتالي الجزء الخاص بالتشنج ريكويست او التشنج اوردر والار اف اي موجود اوريدي معايا في الكلاود، بس الموضوع يمكن هيكون محتاج تفاصيل اكتر. لو حضرتك مهتم ممكن ابعت لحضرتك تفاصيل او ريسورسز خاصه بالمشروع، خاصه بالسؤال حضرتك اكتر. يعني ممكن ناخد سؤال تاني لو الاجابه اوكي بالنسبه لي. طيب باشمهندس محمد، حضرتك تحب نكمل بعد ال 40 دقيقه دي ناخد شوت تانية ولا ما فيش مشكلة على حسب ماشي. الأسئلة تمام. هو المهندس أيمن برضو ما عنديش مشكلة. تمام، ممكن برضو السادة المهندسين. المهندس أيمن سأل كتب سؤال من برامج بي دي اف 3D. هو ممكن تفضل باشمهندس أيمن. السلام عليكم. معلش، هو العربي داخل في الإنجليزي فأنا مش فاهم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. أولا جزاك الله خير حضرة. أنا أحيانا مثلا بيبقى في مشروع
بيبقى في جزء منه مثلا شغال في الحاجات برامج اوتو ديسك زي الريفت والحاجات دي، وفي حاجات تانية مثلا تمام. بتبقى جايه ستريس ستراكشر من تيكلا وحاجات. فاحيانا بيجي لنا مثلا بي دي اف 3 دي، هل البيم 360 بيفتح بي دي اف 3 دي ولا لا؟ هو بيفتح بي دي اف 3 دي، يعني هو زي ما قلت لحضرتك في عندنا جزئين، الجزء الخاص بالبلانز ده، ثانية واحدة تمام. الجزء بتاع الخاص بالبلان هي فقط بتعمل سبورت للبي دي اف والريفت والاي اف سي. فهي الاي اف سي ده ممكن لو من اي برامج تانية غير برامج ديسك هتقدر تفتحها، يعني لو جاي 3 او اي ملف بصيغه اي اف سي تقدر تفتحها، او دي دبليو اف او دي دبليو جي. لو حضرتك عايز تخزنها بتخزن او اي سواء اي صيغه بقى تانية، فدي نقدر نخزن عليها اي ملف تاني. اتمنى تكون الاجابه. هو يعني انا اقصد ممكن نرفع بس ملفات فقط لو ما عندناش 3 دي، يعني او لو عندنا 3 دي ممكن يكون يا ريفت يا اي اف سي. تمام كده؟ ماشي، شكرا. تمام، العفو يا فندم. سؤال، اتفضل الخرجاني، اتفضل يا فندم. كده باشمهندس لينك تاني صح؟ لا لا، نفس اللينك، نفس اللينك، نفس اللينك. تمام، نفس اللينك، هندخل عليه تاني ان شاء الله. تمام، في أسئلة كانت في الشات تقريبا يا باشمهندس محمد. هو البرنامج بتاع السؤال المهندس أيمن ردينا عليه. في مهندس مصطفى سائل ازاي حضرتك نبدأ، اتفضل اتفضل حضرتك، ايه السؤال؟ ازاي نبدأ نتعلم وندخل في المجال من أوله؟ تمام. لو قال البيم 36 ده، هو ده مش محتاج حاجه، حضرتك تقدر تدخل على طول. هو البرنامج سهل وبسيط، هو فكرته لو حضرتك محتاج تشتغل مع حد عن بعد مثلا، فحضرتك تقدر ملفات وتشتغل مع بعض على طول. هو البرنامج سهل وبسيط، يعني ما تقدروا تدخلوا عليه بكل سهوله. وبرضه اللي محتاج اي تعليم او شروحات لاي جزء من البرامج اللي اتكلمت عنها يتواصل معايا او بشيرها ليكم، مفيش مشكله. لو حضرتك تقصد مجال البيم بشكل عام، فهو الموضوع يعني متشعب شويه على حسب اهتمام حضرتك، تخصص حضرتك، محتاج يعني تدخل في ايه بالظبط، لان الموضوع كبير يعني على حسب المجال والتخصص تمام. الو، نطاق لو على نطاق بس المشاركه، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. جزيل الشكر على هذه المحاضره قيمه، بارك الله فيك. اللهم امين. سؤالي اذا ما اعرف جميع الزملاء، الان التقنيات والتطبيقات متوفره وموجوده، ولكن غياب الاطار القانوني والتشريعات في كل بلد اللي هي جهز الأرضية لاستعمال هذه التطبيقات، هل في مصر في استراتيجية على مستوى الدولة لفرض استخدام هذه التطبيقات في المشاريع، على الأقل في المشاريع الاستراتيجية الكبرى للدولة أم لا؟ هل توجد استراتيجية من قبل الدولة ووضع تشريعات قانونية ملزمة لكبار المقاولين وكبار المشروعات في استخدام البيم وتقنيات مزاهرا؟ تمام، العفو يا فندم، اهلا وسهلا، تشرفت بحضور حضرتك. بالنسبه للجزء الخاص بالتشريعات والقوانين او اقصد حضرتك تقصد يعني الترخيص وكده، خلينا بس نتكلم على، انا هجاوب في نقطتين. اول نقطه